13 تشرين هو نهار محفور بذاكرة الناس والوطن ومخطوط بدم الشهداء، وهو أكبر بكتير من أنه يقدر حدا يمحيه أو يمس بمعنيه. مهما تجاهلوا أو استهتروا بمشاعر الناس، رح تبقى 13 تشرين لحظة بطولة لكل يلي دافعوا عن الشرعية والوطن، ولحظة خيانة لكل مين تآمروا على الشرعية والوطن. شهداء الجيش والمدنيين بيبقوا إكليل غار عشبين الوطن، وبيبقوا وصمة عار على جبين يلي شاركوا بدبح الوطن. ما كفاهم شو صار ب 15 سنة من 90 ل 2005، وشو عملوا بالناس من بعدها لليوم، وشو النتائج يلي عم نعيشها اليوم من وراء انصياعهم وسياساتهم ومنظومتهم ليستحوا ويسكتوا. وما بيكفي شو حملنا من نضال بسبيل الحرية والسيادة والاستقلال، نحن بالحبوس وهن بالسرقة، لا يخجلوا وما يحكوا عن هالنهار المجيد. التيار بيحتفل بذكرى 13 تشرين وبيستذكر ليفتخر ويعلم كرامة. التيار ما بيحتكر 13 تشرين ولا شهدائه، هيدا ذكرى إلن ولأهلن وللوطن ومش ملكنا. يوما بالتسعين انطلقت المقاومة السياسية لنحصل السيادة، وكملت بالألفين وخمسة ممانعة سياسية لنحصل الحقوق، واليوم تحولت لمقاومة اقتصادية لنحصل الأموال والعيش الكريم. المنظومة يلي تآمرت على الوطن ب 13 تشرين وسرقته من بعدها، اليوم فكرة تتآمر عن جديد ب 31 تشرين وتسرق الوطن منه. بس نحنا خلخلناها ومكملين.